بونجور يا جماعه، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير خير. ديزولي بديت عليكم امبارح، دونك اليوم عامله المستحيل باش نهبط لكم فيديو. بون، فما بارشا اكشن، فما عينين مش تابعين فم. انا قاعده نجرب في دي برودوي جدد، نحط لكم ريفيرونس نتاع الكولور هذه كانكم انتريسي، على خاطر فريمون يعني تلمو فرحانه بالربيع، وليت نعمل في الوان ونلبس في الوان نورمالمون ما نلبسهمش. دونك اليوم فما ريفيو للمسكرا الشهير والشهير جدا اللي هو ذايا. مشيت نجري شيت امبارح على خاطره يقولوا اللي هو يشبه المسكرا نتاع تو فيس. دونك نشوفوا اسكو الحكايه هذه صحيحه ولا لا. بص، حاجات نحبهم على الاخر على الاخر على الاخر اللي هما الايلاينر والمسكرا، هذوما حاجات فريمون نستعملهم ريليجيسلي. المسكرا هذه من لوريال تقول لي هي باش تعطي ياسر فوليوم، باش تعطي ياسر طول، باش تعطيك لوك ناتوريل وكل، واللي هي الحاجه اللي انا نموت عليها في المسكرا نتاع تو فيس. مالوروزمون تو فيس نحب نشريه، اما ديما ناخذ السامبلز الصغار هذوما ب 15 دولار يظهر لي، اما المسكرا الكبير ب 30، ونحس لي فريمون 30 سي ابوزي بالنسبه للمسكرا. دونك يلا باش نوريكم لابليكاسيون تاع تو فيس، كانكم عندكم برشا فلوس وتحبوا تصرفوهم في مسكرا دو مارك، في مسكرا فريمون يعطيك ايفي واو. دونك يلا نبداو اول حاجه بالمسكرا هذيا، ومن بعد نقارنوا اسكو فريمون هذيا يجم يغلب هذا ولا لا. في العين هذيا باش نبدا بالمسكرا تو فيس. كما تشوفوا انا ما عنديش برشا طول في شويفري، عندي شويه خشن اما مش فريمون واو. ديما نحب المسكرا كما قلت لكم، حتى لو كان شويفري طويل يوصلوا لهون يقصها اكيد باش نعمل مسكرا. دونك يلا بسم الله. دونك هذه هي الكوش الاولانيه من المسكرا تو فيس، ما نحكيوش تلمو يطول الشويفر، شويفري بداو يمسوا في حويجبي. دونك كما تشوفوا فما برشا لونغور وبرشا فوليوم، انا يعجبني على الاخر. وتوا باش نحلو المسكرا هذيا. هذيا هو الباكيجينغ، كيما تشوفوا باكيجينغ ياسر قريب من بعضه، نفس اللون بريسك، وهذوما هما زوز فش فريمون يشبهوا ياسر 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 لبعضهم. دونك بريسك نفس الشكل. يلا نشوفوا كان الابليكاسيون هي بيدها ولا لا. اول حاجه لاحظتها اني الفورمول مبلوله اكثر من الاخرى، دونك تحس فريمون اللي ايفي مبلول فوق عينك، الاخرى ما تحسهاش كومبليتوم على عينيك. وهذا هو ليفي نتاع الماسكارا لوريال لاش بارادايس، فريمون هكا كي نغزل في المرايه او ماي جاد عجبني ليفي هذا اكثر من ليفي نتاع تو فيس. Is this normal؟ أمالكم قولوا لي this is normal، على خاطر vraiment يقتل. أغزروا قداش ناتوريل، جادور جادور جادور، يعطي برشا طول، يعطي برشا فوليوم زادا، أما مش هكا الحاجة ملكزة كيما أنا نحب اللاشز ملكزين. نعرف برشا عباد ما يحبوش، أما أنا بيرسونيلمون نحب على خاطر هذيك لوك في حد ذاتها، مي فريمون يعني كان نحب نعمل لوك ناتوريل، نتصور اللي هذايا بيرفكت في الطول وفي السيباراسيون وفي الفوليوم. It's perfect، سورتو كانك متحبش ياسر تعمل فولس لاشز يقتل. المشكلة انو خاطر الفوشة بتدخ اخشن شوية من الاخرى، مسخ لي شوية من فوق هاكم تشوفوا، الاخرى كانت اسهل في الابليكاسيون، اما الشويفر بريسك يشبهوا لبعضهم. في الطول ظهرت لي اللي هذي تطول اكثر الشويفر، من عارف شنو انتم تشوفوا قولوا لي في الكومنتيه، خاطر ساعات نتوهم حاجات والعبيد ما تشوفهمش كما انا تشوفهم. مي بون، هذوما هما العينين وهذي هو اللاش بارادايس وهذايا تو فيست. بالنسبه للفيديو نتاع اليوم نقول لكم اللي الماسكارا هذايا لاش بارادايس نتاع لوريال غلب على تو فيست، على خاطر فريمون مانيش نشوف في حتى فرق، بالعكس كان فما فرق صغير الفرق به في هذايا. هذايا يعمل 13 دولار في كندا وهذايا يعمل 30 دولار، دونك افر عالمي. والعين هذايا نتاع تو فيست نحس اللي شويفري ما همش يبسين برشا، يعني نحسو شيح اما ماهمش كرانشي. العين هذيا نحسو مازال مشيحش، اما الشويفر تحسهم كرانشي شويه كاينهم باللاك، عرفتوه اللي فيه هذيك، اما هكايا ام سو 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 ان لوف. وكيما تشوفوا قديش فما فرق، او ماي جاد، وقت اللي واحد يعمل ايلاينر يحس روحو لبس حوايجه، وقت اللي واحد يعمل ماسكارا يحس روحو لبس لي زاكسيسوار.
دونك فوالا البنات كانت هذيا الفيديو نتاع اليوم الفيرست امبريشن والريفيو على الماسكارا هذيا فريمون طياره طياره على الاخر. ان شاء الله تشريوه ويعجبكم انتم مزيدا. حطوا لي في لي كومونتير شنو لي ماسكارا اللي تحبوهم الكل ديزون توب 3 ولا توب 5 ماسكارا اللي تحبوهم وتستعملوهم ديما. انا بيرسونيلمون ديما عندي روز هذيك اي لاف كريزي فوليوم ماسكارا تاع اسانس هذيك كي يبدا القجر ما فيش ماسكارا هذيك نحس القجر فارغ. شاد كل فيديو نتاع اليوم عجبتكم على بروشيم سليمه.